مين قال ان انا عشان اعمل رجيم او اكل اكل صحي مش المفروض ان انا اكل حلويات؟ كلام مش مظبوط. ممكن اكل حلويات وحلويات كمان حلوة جدا جدا، بس تبقى معمولة بطريقة صحية وما فيهاش اي حاجة تخوف ولا فيها سعرات حرارية زيادة ولا حاجة. عشان كده انا هعمل دلوقتي مخبوز التفاح وهحط عليه من فوق عجينة كده صغنطوطة، مش هيبقى كل مخبوز عجين، انا بتحايل على الوضع كأني هعمل فطيرة، كأني هعمل فطيرة التفاح طبعا المشهورة جدا والمعروفة، بس بدل ما اعملها واحط لها عجينة من فوق وعجينة من تحت وكل القصص اللي انتوا عارفينها دي، لا انا مجرد ان انا هحط لها شوية عجينة من فوق بس، هتطلع تحفة وجميلة وهتبقى اكمل كمان من فطيرة التفاح ذات نفسها، او ممكن ناكل معها ايس كريم برضه عادي جدا. هنفتح التفاحة كده ونشيل القشرة، خليها دلوقتي، وبعدين هنعملها شرايح زي ما عملت الاتنين دول اللي قبلها، بس على فكرة انا عصر عليهم نقطتين عصير ليمون علشان ما يسودوش. تفاحة في اليوم بتغني عن اي حاجة في الدنيا، وكمان التفاح الاخضر ده المزز اللذيذ اللي احنا بنستخدمه في اغراض الخبز بيكون احسن، لان هو مش زي الاصفر، الاصفر ناعم قوي وطري ورقيق وحساس، لكن الاخضر بيبقى ماسك نفسه شويه وبالتالي ممكن يناسب الاطباق اللي زي دي زي فطيره التفاح او الفطيره دي. طيب التفاح ده انا عايزه احط له الاول سكر، وعايزه احط له قرفه، وعلشان التفاح لما بيقعد في السكر وفي القرفة بينزل مية بتاعته، بينزل عصارة، فهحط له معلقة دقيق عشان الحاجات دي كلها تمسك في بعضها وتبقى الصوص بتاعه تقيل، ما يجيش يبقى صوص خفيف ويعكسني وما يبقاش حلو ويبقى طري كده زيادة عن اللزوم. رشة قرفة كده سخية كده حبة حلوين يعني، وعايزين السكر البني طبعا. هنا انا صحيح هحط سكر ابيض في العجينه، بس هحط حبه صغيرين، لكن السكر الاساسي اللي هيبقى موجود هيبقى اساسا موجود في التفاح، فبدل ما استعمل سكر ابيض هستعمل سكر بني. ده بقى صديقي خالص، السكر البني ده صديقي في المطبخ، انا بستعمله، هو عيبه الوحيد ان هو بينشف، فبتيجي بتجيب العلبه وتفتح الكيس ونستخدمه، وبعدين نفاجئ ان هو نشف عشان الكيس مثلا مش مقفول كويس، او عشان يعني هو ظروفه يعني طبيعته غير السكر اللي هو الابيض ده، فبالتالي بيعمل معايا مشاكل. لكن انا اتعلمت طريقه ظريفه قوي، لما اطلع الكيس بتاع السكر البني والاقيه ان هو ناشف بالكيس بتاعه بحطه في الميكروويف شوية صغيرين، حاجة بسيطة قوي قوي قوي، تلاقي على طول طري وفك وبقى زي الفل. خلطنا كويس التفاح، هنحط تقريبا معيار كوباية دقيق، انا بالوايم كده بقيت عارفة الكوباية شكلها ايه، حبة صغيرين سكر أبيض، حبة صغيرين بس، ده علشان العجينة نفسها، ده سكر بقى هيبقى فانيليا فهيبقى ريحته ايه منتهى الجمال. رشة ملح، بيكنج باودر، وبعدين هقلب كويس، وهحط حبة زيت ذرة مش كتير، حبة صغيرين، العجينة دي بتبقى شوية ناشفة، بصوا بس مجرد ان انا بليت الدقيق بالزيت، شفتوا عشان كده خفيفة، المادة الدهنية قليلة جدا جدا. هجيب حاجة صغيرة
افتح فيها البيضه عشان لازم ابص في البيضه الاول احسن يكون فيها اي مشكله ولا اي حاجه تبوظ لي العجينه. مش عايزين مفاجآت. ما فيهاش مشكلة. حبة فانيليا. حبة صغنطتين. هقلب بقى كويس. وزي ما انتوا شايفين العجينة ناشفة. هشيل بقى كده وهعجن بايدي كده. بصوا العجينه عامله ازاي. طيب ظبط الكميات برضو في الاكل بتاع الاكل الرجيم او الاكل الصحي ده حاجه صعبه. يعني امتى نقول لنفسنا لا كفايه كده ستوب، انا مش لازم ازود، لا كفايه كده انا مش لازم اكل اكتر من كده، او حته صغيره ادوق وخلاص. طيب فردنا كده التفاح، كل ما كترنا كميه التفاح كل ما قللنا الايه الطبقه الفوقانيه اللي هي فيها الدقيق وفيها السكر، بس هي زي ما قلنا هي برضو خفيفة فمش هخاف منها خالص. كده بغطي بس التفاح، بغطيه مش اكتر. دلوقتي بقى اخر حاجة خالص، انا بقول لكم دايما ان احنا ايه نحب ناكل مكسرات، هحط حبة مكسرات من فوق، هحط لوز، واللوز هايل هايل. حبة لوز مقطع كده هيدخل بقى يتحمص جوه ده. يا سلام يا سلام، دوقوا ودعولي. بس فرن سخن مش تاخد وقت طويل. بصوا بقى شكلها، بصوا منظرها وريحتها بقى، قرفة بقى وسكر بني وحركات وده حلو يتعمل كل يوم. وخد ايه بقى بالذمة؟ خد وقت، خدش اي وقت خالص يعني. وعايزة ادوق بصراحة. العجينة بتقرمش قرمشة غير طبيعية، ده لأن المادة الدهنية اللي فيها أو الزبدة أو الزيت قليل جدا. لا حقيقي لازم تجربوها، وأنا متأكدة إنها تعجبكم. وأنا بقى هقعد أخلص البتاعة دي عشان أنا جوعت خالص.